طيب من المتصل مع رائد من جيزان؟ تفضل يا رائد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. تفضل. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياكم الله. شيخ بغيت أسألك عن زكاة الأغنام. الأغنام؟ إحنا عندنا أغنام وترعى وكمان نعلفها، فما أدري فيها زكاة أو ما فيها زكاة. إذا كنتم تنمون هذه الأغنام للقنية للدر والنسل وتعلفونها نصف السنة أو أكثر فليس فيها زكاة. حنا نعلفها على طول السنة وترعى على طول السنة. المهم الأكثر هل هو الرعي وإلا التعليف؟ والله بالنسبة لهذا التعليف فأنا نعلفها على طول السنة. يعني إذا كان التعليف كثير فليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة، والزكاة إنما تكون في السائمة يعني الراعية الحول أو أكثر الحول. نعم. طيب. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أخي الكريم.